معروفة عند العالم ويعرفونها العالم. واحد عنده دراهم يعني بخير وطيب ومعروف انه يدين، وطبعا طريقته يعني انه يدين العالم ويردون له الدين، او انه يبيع حاجة او انه هذا. فمرت من المرات وهم جالسين بالمجلس الى فيها كالواحد الفسقان اللي الى منه لقى له واحد عنده دراهم قال يلا سلفني عطني من دراهم، سن الدراهم اللي عند هذا حق له والدراهم اللي عند العالم حق الفسقان هذا. وقال ابو فلان قاسم قال سلفني مبلغ كذا وكذا، مثلا مبلغ 10,000 ريال ابي سلف. قال ابشر والله ابشر والله بسعتك. هو كان وافق بسرعه، هذا خذل اللي عنده فلوس. قال تسلفني اياها؟ قال لي لكن قم حب راسي. قال شو انت بتهين عند الرجاجيل؟ والله لا يمنك على قولك، ما نبي منك ولا. قال لا 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 وقف حب راسي هالحين، لان انت ونوعياتك باتر اذا بغيت فلوسي منك بجي احب يدك، فانت تحب راسي على الاقل ارد من كرامتي شوي. هو يسكت ذاك ويختصر الموضوع. فمثل ما قالوا مشايخنا الله يجزاهم خير، تسجيل الديون. والحاجه الثانيه انا ودي انصح شبابنا اللي يتوظف وظيفه جديده الحين، الولد لا منه توظف وظيفه جديده معه موتر زين، أما شاريه له أبوه ولا معه موتر أخوها الأول، موتر جديد وزين، سبحان الله ما يمديه يستلم أول راتب إلا طار للبنك واخذ منهم دينه وطق له موتر. الدينة مثل ما قال شيخنا أبو نايف والشيخ أبو تركي، للحاجة مهيب الكماليات للأساسيات. أنت خذ الدينة، ما نقولك لا تأخذ الدينة، خذ الدينة أنت فيك فيك هالدينة، لكن خذها وحطها برض، ولا حطها بشقة، ولا حطها بحاجة تشوفها قدام عينك وتستثمرها وتستفيد منها إلى منك كبرت باتر وصار عمرك بالثلاثين ولا بالأربعين وقلت يا ليت إني سويت هالشيء. فعسى الله يوفقنا وياكم ويغنينا وياكم بحلاله عن حرامه وبفضله.